لواء بائي قائد متميز محترم محب لوطنه، وطول عمر بائي كان يعني من أول ما اشتغل في بناء السد العالي وهو نموذج محترم جدا للوطنية المصرية. مهندس من المهندسين البارعين في مصر، شارك قبل كده في إنشاء السد العالي، وكان مهم جدا المرحلة بتاعت انتصارنا في 73، كان أحد عناصر النصر في 73. أنه باقٍ وأنه ذكي وأنه يوسف الذي أنقذ مصر من المجاعة. الله أكبر.